وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب السبي في الشهر بعناية ربانية، فقام على قدميه في ثلاث ومشى في خمس وقويت في تسع من الشهور بفصيح النطق قوى. صلى الله وسلم عليه. وشق المنكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وأزالا منه حظ الشيطان وبالثلج غسلا. صلى الله وسلم عليه. وملأ حكمة ومعاني إيمانية ثم خاضاه وبخاتم النبوة ختما. صلى الله وسلم عليه. ووزناه فرجع بألف من أمته الأمة الخيرية، ونشا صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صبا. صلى الله وسلم عليه. ثم ردت صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي بغير سخية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشى. صلى الله وسلم عليه. ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الوضية، فحباها من حبائه الوافر بحبا. صلى الله وسلم عليه. وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذت الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره وندى. صلى الله وسلم عليه. والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية، وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواة. عليه اللهم أبا الكريم بحرف جد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك.